اليوم رح نحكي عن القراءة العاطفية جداً، وكمان رح نحكي عن خطوات الشخص وشو بيطلع معنا في القراءة، يعني ندرس عن عاطفتك يا جداً. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد، ولا تنسى الشير واللايك، تحكوا لي في الكومنت قصتكم وهل وصلت نطاقتكم شو أخباركم. نبلش برج الدلو. شكلك يا برج الدلو انت في نفسك، انت صامت عقلاني ومش محرك اي مشاعرك ومش مظهر مشاعرك نهائيا، وكأنك انتقلت للحكمة للعقل، عندك صار انتقال من القلب الى العقل ومتوازن جدا، بسبب انك انت شايف هذا الشخص عنيد وشخص يمكن شوي كبرياء او عالي جدا ومهتم في الماديات، واحتمال انه عاجبك لكن انت ملتزم الصمت جدا. احتمال يكون هذا الشخص انت شايفه مرتبط في عمله في علاقه اخرى، ولكن انا شايف انه عاجبك، ويمكن يكون هو من برج الثور عشان هيك انتوا شوي عنيدين مع بعض. يمكن انت شايفه هو متكبر وعنده الايجو عالي جدا ومهتم بانجازاته، وهو عاجبك، انت تحس انه اذا كنا ملك ومتوج بكل شيء يلفت نظرك انت. انا حاسه انه شخصية عاجبتك. طيب هو شخص، هذا الشخص متجه اليك، هو بحبك هذا الشخص على فكرة، ومتعلق فيك جدا جدا، هو شخص طيب وحنون وبيحمل من المشاعر الصادقة، ومشاعره بتميل للطيب والحنان أكثر ما بتميل للغرور، زي ما أنت شايفه مغرور أو شايف إنه هو عايش الواقع بس يعني بالحد بحدود بيحكوها عفوا بحدود الزيادة، يعني طالع لفوق كثير. الشخص ده روحاني جدا جدا، لكنه متعلق بشيء هذا الشخص، يمكن متعلق فيك بفكر فيك كيف يقدم لك كاس الحب على فكرة، لأنه أنا شايف إنه متجه إليك. الشخص هذا يمكن في عنده أزمة هو لسه مش قادر يطلع منها، هذا الشخص هو بحط حدود لعلاقة ما أو أزمة ما مادية، أو هذا الشخص مرتبط وأنت شايفه كمان يمكن مرتبط، وهو لكنه بده يبين لك مشاعره، يزيد لك مشاعره. بس خلينا نشوف شو بكروت. فكرة شكلك انت جايب مصاري يا برج الدلو، هو انت لي هيك اجد عيني عليه، ما اقر اجد عيني عليه، احتمال ما عندك فرصة مالية او انت شايف هذا الشخص، الشخص فرصة بالنسبة لك، احتمال يكون هذا الشخص جديد مش من الماضي، لان انت زي متجمد المشاعر او انت في طاقتك طاقتك برج الدلو. هون بيحكوا لك احنا معاك ملك الروحة، انا معاك في وقت الحاجة لما ساعد قلبك على الشفاء، فانت احتمال ان انت صامت، حتى مشاعرك صامت، كل اشي صامت فيه متجمد، انت في طاقة تجمد. وهون برضه انا حبيت هذا الكتاب، بعرفش حسيت انه بروح لكم المستشار الرئيسي ملائكة عزرائيل، انت مستشار طبيبي يستفيد الكثير من الناس والتوجهات والطمأنينة. خلينا نشوف عند الرومانس شو اختيارك يا برج الدلو. passion I love your soul to sing with the joy. شكلك انت عندك شغف لشخص، او انت
منجذب لشخص لكنك صامت، انت منجذب لهذا الشخص. هون بيحكوا لك انه سينك ويت جوي، خلي روحك تغني تنطلق. خلينا ناخذ لك كمان كارت ونبلش في القراءة. ارتباط حياتك في الحب يصعد إلى مستوى عالي من الارتباط. إذا كانت هي العلاقة جديدة فهذا الشخص يعني يتقدم لك. معلش استحملوا شوي يا جماعة. شايف هذا الشخص مش عارف مقلوب ومش مقلوب. عقله مقلوب بشكل هذا الشخص. احتمال انت معجب بشخص وعندك شغف، وهو بنفس الوقت هو برضه حاسس بشغف من ناحيتك، ولازم انت تظهر هذا الشيء او تسمح لروحك انها تغني في هذا الشغف. انت بالفعل تفعل ذلك. توقف عن الافراط في التفكير، استقر في مواجهه الشمل الحقيقي. انت عن جد بتفكر في الارتباط، فتوقف عن التفكير وافعل. بلش حلواتك المتعبة، يعني بارش المتعبة. وأنت صامت وهو صامت وراح نشوف شو بتصير معنا. هو في طاقة الهاي بيس، مع إنه أنا مش شايف إنه طاقة في الطاقة عندي العامة أو في طاقة الكروت سطح ال، أنا شايفة إنه جاي عليك، لكنه هو لسه بفكر في الموضوع. احتمال هذا الشخص يكون في طاقة تباعد، لانه هو حاسس فعلا انه خارج من طاقه الحماس او البدايه الجديده، وخايف من البدايه الجديده. الشخص هذا احتمال يكون شخص جديد على حياتك للبعض، واذا كنتوا في انفصال فالشخص هذا حاسس انه فقد الفرص معك، وهو فقد الحماسه وفقد الروح السعادة في هاي العلاقة. يمكن انه حاسس انه خلاص زي انطفى من ناحية، انطفت شغلته من ناحية هاي العلاقة. هو شايف نفسه انه يمكن لازم يقعد يفكر كثير منيح ويتباعد لحتى يقدر يسترجع قواه وحماسته ودفء لهاي العلاقة. احتمال الشخص اللي عنده اطفال، هذا الشخص هو يمكن مشغول في عمله في انجازاته، في عنده شيء هو مهتم فيه، هيك هو شوي متباعد، فاقد الحماسه في العلاقه او فاقد الحماسه في العلاقات عامه، لانه هو زي بيعاود الشخص هذا عماله بيرجع يوقف على اجريه من اول وجديد. برج الساتورن، برج الثور، برج الحوت، برج الاسد او القوس، الحوت و برج الدلو اللي هو انت، وبرج الدور ما شفتش ابراهيم خالص. بس هذا الشخص هو قيادي بالعام، يعني شخص يحب انه يقود مشاعره لكنه مختفي او متباعد عن الانظار، لانه بحب هو دائما مبين انه ملك وهو قيادي جدا، لكنه حاسس انه فاقد حماسه من تجاه احتمال اتجاه العمل او احتمال اتجاه العلاقات، او فاقد الامل في البدايه في علاقه جديده، لانه بفكر انه يتجه لكم لكنه لسه يعني متعلق بين انه يقدم هاي الخطوه او يتباعد. طيب الشخص هذا مشاعر من ناحيتك الفور اوف كابس هذه المقلوبه. الشخص هذا حاسس انه في يعني مش قادر اقدم فرصة، او قدم فرصة من قبل الكاس على راسه. الكارت طلع نفس الاشي في طاقته ونفس هو المشاعر من ناحيته، وحاسس بالهاي بيست انه في طاقة الكاهنة، عشان يعني بالعربي احسن، حاسس انه هو قدم فرصة لكنك انت يمكن تكبرت عليه، حسيت شوية بالكبر عليه، او حاسس انك انت لازمك حماسة اقوى،
يعني هو قدم عرض، ولكن كان انت عندك عروض اخرى او عندك ماضي يمكن قعدت تفكر كتير عشان تقبل هذا العرض، وهو حس انه رفضك للعرض هو كبرياء منك او غرور منك، او انت بدك شيء اكثر اكشن اكثر حماسي اكثر، بحس ان الطاقه هاي متجهه لك، طاقته من ناحيتك انت، فهو عشان هيك فاقد الحماسه من ناحيتك. طيب هو كيف مشاعره؟ ومشاعره انه كانه قدم عرض، فانت رفضته، او هو خليني بس اشوف اكثر، لانه جنبه السبب حس بالغدر او بحس انه بالاسف، يعني فعلا حس بالاسف. هو قدم لك عرض لكنه حسك انك انت متجمد المشاعر، ما تحركتش في هذا العرض او ما قبلتش هذا العرض، طلعت عليك طرف عينيك وما قبلته، هو حاس انه كانه الكاس انكبت انت، او انت زي رافض كل الكوبايات حتى الماضي وكل شيء كل شيء، كانك رافض العلاقات، لانه هو متحير انه انت ليش رفضت هاي الكوبايه، هو في حاله اللي التحقيق مع الذات او في حاله الشك، الشخص هذا شاكك انك انت مريت في ماضي مؤلم لهيك انت رفضت الكوبايه تبعته، زي ما حكيت لك انت رفضت الكوبايه تبعته، هيك هو انا شايف هو قدم لك عرض وانت رفضته ومشيت لقدامه، تركته ومشيت. ما هذا شخص زعلان من الماضي كمان، بديش يقدم ولا عرض ولا كوباية، احتمال هذا الشخص كان في ماضي في حياته ورحل، هو حس نفسه انه كان طيب كثير في الماضي مع شخص اخر غيرك، ولا بعض منكم معك، وهو شايف انه قدم عرض وانت رفضته وتركته ورحت. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك مطنش، يعني عن جد انه يعني بعدين نربطها ببعض، بشوفك مطنش، قدم لك عرض وانت ما قبلتش، حتى ما فتحتش هذا العرض او شفته نهائيا، وشافك انك انت سكتت ما عرفتش لا حق ولا باطل، وشافك انك انت زي يعني مثلا بعت لك هديه حطيتها على جنب وضليت رايح، يعني ما فتحتش الهديه، هو شافك انك انت مطنش ومكابر جدا وجامد جامد جامد جدا جدا، شايفك وشايفك انك انت يعني عندك شوية كبر انه على العروضات اللي بتجيك. برضه نفس الاشي عن جد، على فكرة الشخص اللي قدم لك عرض وتركك وروح لانك انت طنشت هذا العرض، مقرر انه يمشي لقدام لانه زعل انقمص منك، يعني اخذ على خاطره منك، والشخص ده زعلان انه قدم لك عرض وانت رفضته. إيه طب انا بدي اشوف انت ليش رفضت هذا العرض، مش عارف اذا هو من الماضي، شخص من الماضي، بس لا انت معجب فيه مش حاسه من الماضي، هل هذا الشخص من الماضي لبرج التالي؟ احتمال كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض في زواج، احتمال انه يكون جديد، يعني تظبط على احتمالين هون، عريس جديد تقدم لك كراش، شخص طلب منك الزواج وانت رفضت، الشخص طلب منك الزواج وانت رفضت، او طلب منك انه ترتبطوا مع بعض وانت رفضت، يمكن عريس قديم وطلعت طاقته معنا هون انت بتفكر فيه، واحتمال تكونوا انتوا في كنتوا في زواج وكان بينكم حب والفة ومشاعر فوق، لو انفصلتوا عن بعض بسبب انه الشغف، احتمال انه انطفأ الشغف في علاقتكم وابتعدتوا عن بعض وانفصلتوا، لكن برضه هون الشخص قدم لك عرض زواج او راح يقدم لك عرض زواج، انت اكيد راح تعرف، هون برج الثور، برضه برج الثور طاغي على القراءة هون،
طيب هو شافك انك انت هادي وصامت، هادئ وصامت، وشافك انك انت سنجل مش مرتبط، مش في ارتباط او مش في زواج، واحتمال تكون انت عقلك مش في العلاقات، عقلك في الاشياء المادية والاستقرار المادي، شافك انك وحيد، مفيش ناس بتحيط حواليك، انت لحالك قاعد لحالك، وكأنك انت بس عقلك بس في الماديات، مش لانك انسان مادي، لا، لانه انت حاسك ان انت عندك كبير، فبدكش تحتاج حدا، ما بدك تحتاج حدا، هو شافك ان عندك كبير، نوع من الكبر، كبرياء، كبرياء، مش كبرة النفس، لا، كبرياء، بسمحلكش انك انت بتروح للشخص، بسمحلكش انك تمد ايدك لشخص وتطلب المعاونة او الشيء انت محتاجه. برضه بتصمم بقول لك بحبك بقدم لك هون عشان دايما كل الناس انه بحبك، هو بده زواج واستقرار، هو شايفك انك انت تصلح للزواج والاستقرار، هو شايفك انك انت تصلح زواج وتصلح تكون رب اسره وكمان تشاركوا بمشروع، والشخص هذا بده معك زواج وشايفك ان انت تصلح للزواج وانك انت متكامل وانك انت بارع في انك تتحكم في عقلك وقلبك، وكانك انت بتعرف توازن بين عقلك ومشاعرك وقلبك، وشايفك انه انت شخص اسطوري، اسطوري في الحب، اسطوري في العمل، اسطوري في كل شيء، أو قديم نوعا ما، بتحب الاستقرار، إذا يعني مش مثلا بيحكوا عن الأشخاص هاي الأيام بس للاستقرار المادي، لا، أنت زي استقرار أسري واستقرار مادي، يعني ده الحب الاستقرار المنزلي، هو الشخص ده معجب بشخصيتك جدا لكنه خايف منك، هو أقرب منك لكن أنت رفضته. وده يطلع انه ماسك الكاسه ويقول يعني كده انا بحبك انا بدي اياك. طيب شو النوايا من ناحيتك؟ الشخص اللي نوايا تبعد شوي عنك، الشخص اللي نوايا يتباعد ويفكر في الموضوع ويقدم لك كمان عرض، بس بده يجيك على هيئة شخص قوي وشخص جميل جدا وهو كامل المواصفات، الشخص اللي بحبه جدا بده يقدم لك عرض وينتظرك، رح يحكي لك على الاقل من مهلك تجاوبش مثلا هالقيت، لكن فكر منيح في الموضوع اللي رح اعطيك اياه ورح يقعد ينتظر منك جواب. مش عارف حاسه في كارت ولا لا؟ حاسس ان في كارت. يما خبي الكرت برا، الآن خليني أشك، ليش نخبي الكرت؟ طيب خليني أشوف هذا الشخص بحبك. لأني اشتركت في مجالش بالنسبة له أنت الزواج والاستقرار والحب وكل شيء هو بيتمناه، بحب هذا الشخص وبتوازن وبعقلانية، لكن هذا الشخص احتمال بده يفاجئك بمبلغ مال، بفرصة عمل، بشراكة، وينتظر ردك. لأنه بده يظهر لك شخص إنه الكوين،
ويعرض عليك عرض، هذا الشخص ناوي يعرض عليك عرض يخرجك من الزعل، لو انه حاسس انك انت زعلان وانت رافض مبدأ الحب، وانت بس بتدور على استقرار مادي، استقرار نفسي مش استقرار زواج، وانت معطي ظهرك لان ظهرك لانك انت بدكش زواج ولا حب ولا اي شيء ولا ارتباط. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض معين، يمكن الشخص هذا يقول لك نتزوج ونفتح مشروع مع بعض، يشوفك انك انت شاطر في العمل ومركز في عملك والحلوبة في عملك، ويمكن يعرض عليك عرض عمل ويفاجئك فيه، عامل لك مفاجأة. هالمفاجأة هي حلوة، بس اسمع الكود من دون منيحة كتير، هون بقول لك تفكرش بلش، فكرت كتير خلص بكفي. هون بقول لك انه في باشن بينكو، شغف، وانه علاقتكو لما صررتوا، فمفيش حاجة اني اذا انتو كنتوا في انفصال، انفصال زواج، فالشخص هذا بده يفاجئك انه يعطيك حقك كله ويرضي ضميره ويعرض عليك نفس وقت الرجوع. واذا كان هذا الشخص كراش وعرض عليك الحب اكثر من مره، راح يتحركش فيك يفاجئك انه تعال نعمل مشروع مع بعض عشان يقدر يوصل لقلبك، يفك الرابطه اللي انت نفسك فيها. يعرض عليك اول شيء الصداقه، بعدين يعرض عليك الزواج، لانه بده زواج بصراحه هذا الشخص، بده ارتباط، ما تكونوا انتم كنتوا في زواج. طب هل نوايا هذا الشخص صادقه عشان ما تبقوش محايرين؟ شخص بده يعرض عليك الزواج ويتركك لفترة تفكر في الموضوع، يقعد يستنى ردك. بس الشخص هذا بده يعرض عليك أول إشي يفوت قصة إنه شغل مشروع، لأنه شغل إنك أنت بس مهتم في المال والاستقرار المادي، ومن بعيد كل العالم حواليك فيش لك أصدقاء وفيش لك ناس كتير، لأنك أنت مهتم في استقرارك المادي. فهو بده يعرض عليك عروضات وينتظرك لحتى تعطيه القرار، بس الشخص جاي عليك قريبا. قراءة حلوة كتير برج التل، احكي لي شو قصتك، هذه القصة مضبوطة، وشكرا لكم، لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة.